السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. قبل نهاية هذه السنة حبينا نسقسيو الجزائري ونشوفو إذا الجزائري حقق الأحلام تاعو في هذا العام عام 2023 ولا مازال. تابعوا معنا شوفوا كيفاش تكون الإجابة. بكل صراحة قبل نهاية هذا العام 2023 حبيت نسقسيك إذا حققت الحلم تاعك في هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. 2023 جاز عليا الحمد لله يا ربي، وفقني ربي، كملت الدراسة تاعي، كان حلم تاعي باش نكمل الدراسة، وربي وفقني وربي وفق كاع الجزائريين إن شاء الله. وبالمناسبة نقول له حاجة، إن شاء الله ربي يحررنا فلسطين إن شاء الله، اللي هي راهي في القلب وفي الدم. خاوتنا مساكن راهم كل يوم تحت القصف، ربي ان شاء الله يكون معاهم. قبل نهايه السنه نحب نعرف اذا انت كاش ما حققت كاش حلم كنت حاب تحققه في هذا العام 2023. فورمام في الجزائر ما حققت حتى حاجه. حتى حاجه كحلم كنت حاب تحققه؟ ولات صعيبه درك في الجزائري باش تحقق الاحلام، ولات صعيبه. قبل نهاية عام 2023 حبيت نسقسيك ونقول لك إذا حققت الأحلام تاعك في هذا العام. مازال ما درنا والو، قد ما نقولوا نحبوا نلحقوا نلقاو رواحنا في الروطان. اسكت وتشوف المعيشة كيفاش راهي، تخدم اونديري ماكش تخدم، واش تجيبهم تصرفهم على ولادك وعلى دارك وكمريه. شنو هو الحلم اللي كنت تحب تحققه هذا العام في 2023 وما تحقق لكش؟ والله غير حبيت يعطوني دار، مازال ما طولش، هذا هو حلمي. في 2023 مازال ما حققش الاحلام تاعي كاع. ان شاء الله 2024 ان شاء الله يكونوا طموحات تاعنا ملاح ونحققوا واش راه في بالنا ان شاء الله يا. اعطيني الحلم اللي كان في بالك باش تحققه في 2023 وما حققته. الحلم تاعي اللي كنت نحققه في 2023 وما حققتوش. حبيت ندي امي للعمرة يا خو ما صدقتش. ان شاء الله في 2024 نديها ان شاء الله يا ان شاء الله يا اخو، ما صدقتش يا كانوا شويه ظروف ومرات صاروا شويه مشاكل، ان شاء الله في 2024 ان شاء الله نديها ونحقق الحلم ديالي يا. يعني باش تدي يماك للعمره هو حلم بالنسبه لك؟ حلم يا اخو، حلم بالنسبه لي ان شاء الله. ايه بيسك على واش تعبت عليا كاع يا اخو باش نرجع لها شويه من الخير ديالها ان شاء الله يا. الحلم اللي حققته هو لعام 2023 هو نجاح ابني إسلام محمد في شهادة التعليم المتوسط. كان حلم وكان معدل 18.71 والحمد لله التحق بثانوية الرياضيات بالقبة، فرحنا وفرح العائلة كامل وفرح الأساتذة نتاعو والزملاء نتاعو والجيران نتاعو. هذا النجاح اللي صرا في 2023 ماكش حتنساه؟ ما راحش ننساه ابدا، لانه اول ابن هو اللي راح يربح لي، وكنت انتظر بفارغ الصبر هذا النجاح. قبل ما يخلص هذا العام حبيت نسقسيك اذا حققت الاحلام تاعك. والله ما حققت حتى احلام، نكذب على خويا والله والو. نتمنى 2024 ان شاء الله يكون عام تاع خير علينا وعلى الامه الاسلاميه، ونطلبوا من ربي ان شاء الله ينصر فلسطين وينصر ويرحم الشهداء ان شاء الله. جاز عام كامل تاع 2023 وحلم ما حققت؟ ما حققت حتى حلم. نطلبوا ان شاء الله 2024 بارك يتحقق لنا حلم ان شاء الله. اعطيني حلم اللي كنت حاب تحققه في 2023 وما تحقق. نتزوج ان شاء الله، هذا هو الحلم تاعي انا، وان شاء الله 2024 نتزوج ان شاء الله. كنت حاب 2023؟ 2023 كنت حاب، ما لقيتش بنت الحلال ان شاء الله. ان شاء الله في 2024 نتزوجوا ان شاء الله. وربي ينصر فلسطين ان شاء الله. قبل نهاية عام 2023 حبيت نسقسيك إذا حققت الأحلام تاعك في هذا العام. لا غير نقول لك حاجة، شغل بالكونتر ماشي كنت بيان. 2023 هذا جاز عليا شوية مني هردني على ذلك. ما حققت حتى حلم. ماشي قضية حلم، أنا لاباس أنا الحمد لله. شنو شغل صارت لي وسط صوالح هكذا. ماش حاب نزيد نولي ليها. يعني
2023 ما كانتش فيه الافراح بزاف. ما كانتش بالنسبه ليا ما كانتش. في بالك مشاكل؟ ماشي مشاكل والله، ما هي مشاكل. واحد شغلت لي واحد الحديثه مانيش حاب نهدر عليها هكذا، عطلتني شويه. 2024 ان شاء الله. 24 ان شاء الله هاو يبان لي مليح. ان شاء الله على ربي، ان شاء الله راه يبان لي ان شاء الله مليح على ربي.